ان شاء الله نشاهد مباراه جميله عزيزي المشاهد. كل الظروف مهيئه لانجاح هذه المباراه، من جماهير، من لاعبين، من حكام، من مجلس الاداره اللي هيئ كل الظروف لانجاح البطوله. وان شاء الله تكون هذه المباراه بادره خير ونهايه جميله للموسم الرياضي 2007 و2008. انا صراحه حتى ما اقدر اسمع نفسي وانا قاعد اعلق من سده الشوط والصوت العالي وصوت الجماهير، فما بالك اللاعبين والحاله النفسيه اللي هم فيها حاليا. بداية المباراة إرسال مع فريق نادي الغازية وحسين الشطي. حسين على إرسال، إرسال عبد الله جاسم، هذا البحو، عبد الرحمن العتيبي، وحاسد من زيد الكاظمي. والنقطة الأولى لفريق نادي الغازية الرياضي. زيد الكاظمي. حسين الشطي أيضا على إرسال وإشارة من عبد الله كايد. الحكم الدولي ومشعل رمضان وايضا الخطأ الثاني للنادي العربي واثنين لا شيء للقادسية. لا زال حسين الشطي على الارسال. والكرة خارج الملعب واشارة من عباس علي مراقب الخط. وتصبح النتيجة 1-2. عبد الرحمن العتيبي لناصر عبد الصمد، زيد الكاظمي، مشعل رمضان، البحو يرفع، عبد الله جاسم يشوت، ترجع ناصر عبد الصمد لزيد الكاظمي، نور الدين حفيظ، وتنزل من حائط صد ثلاثي. 3-1. شوف الكرة، شوف 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 ثلاثة وتنزل، لأن عبد الله جاسم كان بعيد شوية عن الشبك. زيد الكاظمي على الإرسال، عبد الرحمن العتيبي، بحو ونادي المنشأ، تضرب حائط الصد، فريق نادي الغازية وتطلع برا، واثنين ثلاثة، ومحمد القطان رقم 12 على الإرسال. إرسال ليوسف البلوشي، ترفع لين نور الدين حفيظ، تلمس كرة سهلة، تلمس بنادين ماجد، شوف كرة سهلة خفيفة، تلمس ما كان متوقعها. 4-2. المرة نور الدين على الإرسال، إرسال قوي، مشعل يستقبل، بحو طبعا الكرة كانت سريعة لخالد البحو، هذا حكم الدولي عبد الله كايد. ونور الدين حفيظ على الإرسال، و5-2 لصالح نادي القادسية. نور الدين وخطأ في الإرسال، تلمس الحافة العليا للشبكة وترجع. ميلادين مجدك على الإرسال، ميلادين 3-5. هذا ميلادين، شوف رسالة ليوسف البوشي، سلطان ترجع لعامر سليم، لناصر عبد الصمد، لميلادين تلمس حائط الصيد وتطلع خارج الملعب، و4-5. ولا زال ميلادين على الارسال. مثل ما اقول لكم انا صراحه ما قاعد اسمع صوتي من شده التشجيع في الفريقين. ناصر عبد الصمد، عبد الله جاسم ينزل الكرة، والتعادل 5-5. تلاحق فريق نادي العربي نفسه، شوف تفوق على نفسه ويكسب نقطة التعادل. ولا زال ميلادين بإشارة من الحكم الدولي عبد الله كايد يقوم بعملية الإرسال. ميلادين، ناصر عبد الصمد، زيد الكاظمي، يوسف البلوشي، ترجع خالد البحو، ميلادين مرة ثانية،
ايضا تقدم العربي بعد ان كان القادسيه متقدمه، كانوا 5-2 والحين 6-5، بمعنى ان النادي العربي قدر يكسب 4 نقاط متتاليه، 6 العربي 5 القادسيه، واحنا في الشوط وجماهير العرباويه جمهور العربي اللي رافع الرايات الخضر يشجع الفريق، وهذا جانب من احتياط ولاعبي نادي العربي الرياضي. والجماهير القادسية ايضا تشجع الفريق للعودة. شوف شوف عرباوية صغيرة وأعلام الزعيم العربي الزعيم وإشارة الحكم عبد الله كايك لبداية استمرار الشوط. خطأ في الإرسال من ميلادي المجدل، 6-6 6-6. جميل، كل شيء جميل عزيزي المشاهد، الألوان جميلة، الألوان الصفراء والخضراء والأعلام الصفراء والخضراء، وعبد الله جاسم يسدها، نور الدين حفيظ، زيد روشي ترجع لعبد الله جاسم مرة ثانية، ترجع مرة ثانية، حائط صد قوي ودفاع سلطان يوسف عامر السليم، ترجع يوسف سليمان، نور الدين حفيظ، كرة قصيرة هاكرة من نور الدين حفيظ، وتقدم غساوي الآن، الكفة في صالح القادسية، 7-6، مرة هالفريق تقدم ومرة هالفريق تقدم، عامر السليم إرسال إشعل رمضان لميلادين ويأتي بنقطة التعادل. ميلادين ماجاك اللاعب المحترف الصربي في صفوف النادي العربي، شوف يأتي من مركز واحد في المنطقة الخلفية ويشوط ضربة ساحقة، هذا عبد الله جاسم على الإرسال، عبد الله جاسم وإرسال قوي نسبيا تطلع الكرة خارج الملعب. الوقت المستقطع الفني الأول، ثمانية سبعة قاسيا متقدم، ولا زال في جعبة الفريقين الكثير الكثير لكي يبرزوا في هذا الشوط. واللعب لا زال جس نبض بين الفريقين، لا زال في اشياء مخفيه راح تطلع، في تكتيك وفي تكنيك مخفي راح نشوفه ان شاء الله باستمرار المباراه. وهذا الحكم الدولي عبد الله كايد، حكم اول المباراه، 8 القاسية 7 العربي. والشوط الأول خلص، الثلث الأول من الشوط الأول، الحين دخلنا بعد الوقت المستقطع الفني الأول إلى الثلث الثاني، وإشارة عبد الله كاين وسعد صالح، فهد الأسود، وكرة خاطئة، الله يعين اللاعبين صراحة في جو مثل هذا وجماهير وصيحات وصرخات. الجماهير هذه تذكرنا بجماهير الكويت في السبعينات والثمانينات، وضربة ساحقة من الفهد الأسود، سعد صالح، شوف شوف سعد صالح شو يسوي، شوف الارتقاء، لما نقول فهد الأسود ما كذب، ارتقاء الوثبة، وميلادين من نفس المكان، والنقطة التاسعة لفريق النادي العربي، نفس التكتيك العربي يستخدم، خالد البحو يرفع في المركز رقم واحد في المنطقة الخلفية، البحو أيضا وإرسال